الحقني تعال شوف اللي جرالي. من الو بعدك وامينة سهرانة من وقت بنادي خيالك. مينا مش كنت نسيه ليش كنت عيطوا انا وياك كل نهار؟ غرامي الو غرامي هلكني. ويلي على غرامي هلكني؟ غاب شوية عليك، راه مزربانين فين؟ زربانة اختي قالك مزربانة، شمالني انا ما عندي ما يدار. اشنو طرا؟ واسمعي تجاوبنيش مينا، ما شفتيش هي سلوى؟ شوفها مينا الله يرضي عليك، راه بغيتك اليوم وبالخصوص من ورا ستة، تبقاي معايا. لا ما نقدرش لالا نعيمه، غير سمحي لي عندي شي حاجه ضروريه خصني نديرها. شنو عندك شي حاجه ديال تاتش هاد الحاجه؟ اليوم كاين الفينال ديال ارب ايدل وبغيت نتفرج فيه. ويلي مينا، هل حتى انت متبعه داكشي ديال الكره؟ لا 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 نعيمه، هذا برنامج ديال الغناء. وقول لي الغناء. الو، هي اللي عيطات لك، واخا هي حدايا اختي سلوى. سلوى، الو سلوى، هو شوفي ما تنسيش اليوم من ورا ستة، انت كتخليني كنتسنى. ويلي كيفاش ما مسالياش؟ لو ما تديرش ليها هكا الله يخليكم انا وجدت عليكم. شنو على حتى انت متبعه هذاك البرنامج ديال الغناء؟ واخا راست انت يا سلوى الغناء راه كاين كاع في الاذاعه تيضلو يدوزو، ولكن واليوم زعما كاع مهم حتى لهاد الدرجه. واخا صافي صافي صافي، مشكلة هادي دابا، كيفاش هاد القضية هادو دابا؟ منين خرج لي أنا هادشي هادو؟ بغا يخبو عليا ولا كيفاش؟ عرفتي اش ديري لالا نعيمة؟ غتعيطي ليهم كامل عندك هنا للدار وديرو أراب أيدل، وغتكونو ديك الساعة درتو عراضة وفراجة. مينا سيري يعطيك الرضا يا مينا، مينا خبيك على الموت، زعما تيطيحو عليك شي أفكار؟ هادي فكرة جهنمية. التليفون الحمر هذا اللي كيصوني، انا هاد المرة ما عطيها حد، ياك ما بدات القرة وبغاني نجي. الو الكولونيل صافي افوتر سيرفيس. نعيمة، نعيمة غتقتليني يا نعيمة، تنقول لك يا نعيمة ما بقاش تعيطي في هاد المرة ديال التليفون الحمر. هاد العشية؟ ايه اش كاين؟ شنو؟ برنامج ديال اش؟ ديال الغنى؟ والله يهديك يا نعيمة، واش انا مسالي لهاد الشيء؟ واش كان بالك جالس؟ انا ما جالسش يا نعيمه، انا راه جالس ولكن راه حادي البلاد. فهميني يا نعيمه، هاد التليفون اللي كتشغليه اليوم راه اللي بغا يتصل بيا شي حد غادي يخد التليفون مشغول. خلاص يا نعيمه من هادشي، واش بغيتي دير عقلك؟ ودائما تنقولها لك يا نعيمه، تنكون مرتاح وكتعصبيني يا نعيمه. صافي. ما كي كضحكي؟ اختي مينا، يا اما هاد الناس مطنقيني انت اللي دايخه. واش الناس خداو نص نهار باش يفهموا شنو هو ارب ايدل؟ وراه الكولونيل اللي قديم، اش بغيتي ندير ليه انا؟ ايه واخا خالتي العشاء. ايه الله يا ودي، الله يا ودي نجيو. اها غير يدخل لوط فيه من الخدمه ونجيو خالتي. لهلا يخطيك الله يكبر بك يا خالتي. يلا اتو طالغ، خليت لك الراحه. مينا، مينا قولي لي يا مينا، هاد مدام طيفور واش غتموت؟ واش قال ليها شي طبيب عندها شي مرض خايب؟ ياك ما كتلحقوا ليها وانا ما عارفاش. لا اختي الله يحفظ. علاش ولي العجب هذا؟ في خبرك عيطات لي عرضات عليا العشاء انا ولطفي، وقالت لي ضروري تجيو وميم طون باش نتفرجوا معاها في الفينال ديال ارب ايدول. شي برنامج هذا جو بونس، عرفتي وكان طريفة. ما فهمت والو انا بعدا. لا لا يا اختي لا لا، وتقولي لي هذا ما يكون غاشي بلان بغا طريطني به مزيان. قولي لي يا مينا اختي، عرفتي شنو اليوم كنقول؟ مينا خاصني ندور معاها صباح راش قالية. هانتي خودي هادي بالصحة والراحة. قولي لي يا مينا يا اختي، عرفتي شنو انت راه عزيزة عليا وكنثق فيك بزاف.
مدام طيفور لا قروشه في نظرك علاش عارضه عليا؟ واقيلا غير باغا تشوفك. تشوفني انا كتفلي عليا مينا ولا شنو؟ شاده فيا ياك انا تشوفني ما تكونش توحشاتك مينا؟ زيدي كملي بعدا قولي ليا هاد الاراب ايدول شنو هو؟ دابا هي ملي عرفات بلي اليوم الفينال ديال الاراب ايدول واحد البرنامج كبير ديال الغناء كنت غنجمع الفاميله كامله ونتفرجوا حيت واقيلا السي طيفور الله يرحمه كان كيجمعهم باش يتفرجوا في ماتش ديال الكره ملي كيكون لعب المغرب. مع دابا اختي ما بقات لا كره لا والو قالت راه نجمعهم على برنامج ديال الغناء ولكن الا جيتي تشوفي داك البرنامج واعر والله الا واعر اختي. ايوا سيري قضي حاجه سيري اجي لهنا جاجي اش نسيت ما طلبتش لك الحبيبه ديالي ولا عرفتي شنو يلا يلا سيري حبيبه ديالي سيري كملي الشقه اجي مينا عرفتي شنو غادي نخبيها لك مع الاخرين صافي يلا سيري حبيبه ديالي ما جيش شوف هاد المزال اللي كاينه في التلفازه عرفتي ماما هاد الخليجيه واعره بزاف هي اللي غتجا في الفينال المصريه حسن منها مزيانه عليها هي اللي غادي تتهلب تشوفي واش من مصريه ولا خليجيه كلهم ما تعرفوش يغنيو شي ديك اللبنانيه والله ليس مزيونه اش فهمكم نتوما بعدا الغناء انت اش فهمك فيها لاله نعيمه اش داك ليا معلوم لانه انا عندي ذوق عندي اذن طربيه وعندي حس زائد الصوت يا سلام وانا عندي الحس وعندي الصوت وعندي حتى الفورما ايوا دوزي على قبل الفورما اما الصوت ما كاينش ايوا دابا اللي سميتها فيكم واعره تنطوري لنا حنا انت جايه يلاه الكاره ما قالت عيب يلاه نشوفوكم علاش قادين يلاه شكون اللي غادي تبدا انا يلاه نمضي بسم الله هاني بيتي وياك تتكابر أقول أنساك تراضيني أروح وياك للأب أعود ألقاك ناسيني يوم بتغيب يوم بتعود يوم أشواق يوم ورود ليلك ليل نهار قلبك ثلج قلبي نار يوم بتغيب يوم بتعود قلبك ليل قلبي نار قلبك ليل قلبي نار تبارك الله على بيتي يا سلام خيروني ابن العم خيروني ابن الخال قلت اليوم يا هال أنا براسني موال ابني عمي وما هنالي ابني خالي وما هو في بالي مارد غير شواك وحج هو الميال ولما قال له يقول لي هو لا يجرحني واقول له يقول لي هو لا 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 ايوا دابا ديروا الطريق غني خالتي دير الطريق لا غادي نركز معلوم غادي نغني ايوا ديروا الطريق تشوفوا الغناء على حقوط حنزوا العينين وطلقوا الودنين شوف لي نعمه سيدي على عينيك عيني رأت غزالة واقفة مع الزيات لا بتشتري زيت ولا بتفارق الزيات يابا يابا لها جوز عيون سود وخدود حمر بالغمازات يلا عينها الغمازات سألتها عن اسمها قالت شربات الله الله او شوفي غيره
اش قدك ما تبعه شوفي غيره والعزار عطى الله يستحن دحنبو الو طالع لابو يستحن دحنبو الو طالع لابو يا ويندي العيدي عيط يا روحي الوادي عيط صعب علي الواد يستحن دحنبو الو طالع لابو يستحن دحنبو الو طالع لابو منين انا ومنين انت يا وين انا حوز المغرب الخوه ما قلت عيب على ربي يا وراني في الحزداد لا راه عقلي باقي مريض الحر اللي بهجا وجريد سيدي ربي عليا شهيد تا من هو يعشق جاني حكيت سلامو عايشه سيد هي وهي 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 هي وهي عايشه هي وهي 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 واخويا بانو رسام البهجه والعزيز على امي متو عمرو ما يتخص شفتي يا ماما انا اللي كان عندي صوت زوين فيهم لا هي غتكون كانت شي خاوله شي حاجه بحال هكا عرفتي على صويت عندها يا ماما ما نقولش لك ملي كتطلع بالعيوط لا ما فيهاش كانت شيخه انا متاكده ولكن عندك الشيخه ديال القياطن ديال القطره وديال الشمس وهذا ايوا شتي انا لقيت منين شدها يا ماما شوفي ربي كبير كاع داكشي دوزاتو عليا غادي نرجعو لها متني ومتلت غادي نخليها دابا تولي تعرفني شنو كنسوى تولي تخاف مني دير ليا الف والف حساب ودوسي في شكال هذا كتخلصش ليا راسي وزعما كاين تقدر تكون شيخه او سيده من لي بورجوا وردوها شيخه انا اختي ما رديش والو راه بيتي اللي كتسناي على شي حاجه باش تشد فيها انا بغيت عنفهم كي دارت ليها اختي منين جابت الجهد ومنين جابت الصوت باش تغني العيوط والمرصاوي والله اعلم باقيلا كانت عندها شي هوايه فاش كنت صغيره ولا عرف اجي نقول لك واش تقدر زعما تكون شيخه ديال بصح واه صبري عليا ونجيب لك راس الخيط كيفاش صبري عليا ونجيب لك راس الخيط انا راه هاد الليله ما غيدينيش النعاس وصافي سيري شرب لك شي كالمون او الحسن شي كويس ديال الحليب بالزعتر او الحسن ديري فيه اللويزة قد نعسي مزيان وغيحيد عليك تحرق الراس لا الزين ديالي حنا ما عندناش هنا هادشي هنا كاينه الادويه المقرقبه ها يمكن نهضر انا تهضري مع اختك